ده بقى. ايوه يا حبيبي. السلام عليكم وبداية فيديو جديد ضرب نار. قبل ما نبدا الفيديو النهارده يا جدعان دوس سبسكرايب للقناه ودوس لايك للفيديو ده عشان خاطر تنضموا لقداش جيش في اليوتيوب كله جيش الاشباح. المفروض يا جدعان ان اختي اللي بتصورني هي ما بتحبش تطلع في الفيديوهات. المفروض ان احنا هنغفل احمد اخويا النهارده جايبين نوتيلا هنتهن يا جدعان وشه بالنوتيلا يا جدعان. دلوقتي هو نايم في الاوضه هو دلوقتي اخش اوريه لكم. علي بس اتعلم تاخد عنه وشه ابو النوتيلا. الشوكولاته دخلت مناخيره يا جدعان. صوب النوتيلا يا جدعان طبعا يا جدعان انا هقومه كأن مفيش اي حاجه خالص. اقول يلا يا جدعان هنقوم نصور فيديو وهو بيخش يعني كده هيغسل وشه بقى في الحمام وكده واول ما بيصحى يعني اقول له كأن هقوم كأني حد يا جدعان بس النوتيلا كأني يا جدعان بس كأني بقومه اقول له عشان نقوم نصور فيديو. والله انت عندي الوقت هقومه بيسو قوم يا ابني يلا ورانا تصوير قوم يلا يا عم قوم يلا
يلا يا ابني يا ابني عايز انام. طب ايه ده يعني مش فاهم انا يعني. يوم يا رب نص الوش انت بتصور مقلب يعني؟ عادي يعني قلتلك ايه ده مش اي رد فعل خالص. انما انا مقلب تقيله مقلب بصوا تبقى من العيار التقيل. انا مش عامل لك حاجه عادي مش خلاص من نفسي فيها. ايه ده يا جدعان ده كده ولا كانه مقلب يا جدعان. ايه حتى كنت مداني وشي لابويا كده قلب افراح كنت هيبقى ليا رد فعل يعني يا جدعان انما دي شوكولاته خالص يا ابني. يعني انت عايز تنفرق؟ انا ده خلص طبعا يا جدعان مقلب ولا لي اي لازمه يا جدعان ولا اي رد فعل خالص. وقال لك عادي ده نوتيلا بس يا جدعان انا هعمل في مقلب لو عايزين احنا بقى مقلب غشيم ومعايا برضه محمد ياسر هنعمل لكم مقلب غشيم يا جدعان. انا موت يا جدعان انت طبعا يا جدعان وبكده تكون نهايه الفيديو النهارده. لو الملعب عجبكم دوس سبسكرايب للقناه ولايك للفيديو ده عشان خاطر نوصل الفيديو ده ل1000 لايك يا جدعان. وبكده تكون نهايه الفيديو النهارده نشوفكم البلوج الجاي. سلام. ايوه حبيبي.